وهذه الآيات هي من سورة المائدة الآيات 27 إلى 31. هذه قصة هابيل وقابيل في القرآن. أقول قابيل وهابيل، هذا السؤال الأول، من قال أن اسمهما قابيل وهابيل؟ لم يذكر القرآن اسميهما، ولم تذكر السنة كلها في كل الأصحاح أن اسم ابني آدم قابيل وهابيل، ولكن في كتب التفسير نجد قابيل وهابيل. فالمفسرين كالقرطبي وغيرهم من كتب التفسير قالوا قابيل وهابيل، وذكروا القصة بأكملها، ولكن أريد أن أقول لكم أن قابيل وهابيل وكل هذه القصة التي ذكرت في كتب تفسير القرآن، يعني في كتب تفسير القرآن العظيم، نأخذ من الإسرائيليات من كتب بني إسرائيل لنفسر القرآن العظيم. ثم نقول قابيل وهابيل في كتب تفسيرنا، وليس لنا لا دليل لا في القرآن، يعني في سورة أخرى أو في السنة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإني لا أعلم هل اسمهما قابيل أم هابيل، قابيل أو هابيل أو غيرهما من أبناء آدم، ولكن ما هو صحيح ومعلوم أنهما ابني آدم، يعني لآدم ابنين يعني اختصما، فقتل الأول الآخر. وكما ترون يعني ذكر الله القصة وبعث الغراب وأصبح الذي قتل من الخاسرين أولا ثم من النادمين ثانيا. وليقول لكم أن من حتى أن الشيعة لهم رأي في هذه القصة، أن الاقتتال كان على أجل امرأة هي حورية من الجنة نزلت برحم، فقابيل أراد أن يتزوجها وهابيل أراد أن يتزوجها، فأتى آدم وقال قرب قربان لربكما، فمن تقبل منه قربان فليتزوج من هذه المرأة. يعني هذه من بين القصص التي ذكرت في كتب جعفر الصادق من الشعر، وفي الإسرائيليات لم يذكر هذا الشيء. لذلك يعني أريد أن أقول أن قابيل أو هابيل هذه لا مشكلة، هما ابني آدم. ثم السؤال الثاني الذي نطرحه، من قتل؟ هل قتل قابيل هابيل أم هابيل قابيل؟ يعني إذا دخلنا في قابيل وهابيل سوف لا نخرج، سوف نطرح السؤال بطريقة أخرى، من الذي قتل؟ هل الذي تقبل منه الله القربان أم الذي لم يتقبل منه القربان؟ في كل القصص الإسرائيلية التي موجودة في كتب التفسير تقول أن الذي قتل هو الذي لم يتقبل منه، وذلك حسدا منه، يعني قدم قربانا إلى الله ليتقرب. والقربان بعضهم يقول يعني سنابل من قمح، والآخر يقول ذبيحة، والآخر يقول القربان. يعني إذا رأينا باللغة العربية وفي سياق القرآن فهو ذبيحة، يعني ذبح الولدين لله عز وجل، فرفع الله الذبيحة التي تقبلها من إحديهما. ولكن الله عز وجل بقوته وعظمته يريد أن يعلمنا، ذكر هذه القصة في القرآن لا اعتباطا هكذا لنمر عليها مرة الكرام، ولكن لنستخرج منها عبرا عظاما. وهذه العبر التي سنستخرجها من هذه القصة هي صالحة لهذا الزمان وصالحة لكل الأزمنة. فإذا سلمنا أن الذي قتل هو الذي لم يتقبل منه،
يعني لم يتقبل منه قربانه، فقتل أخاه حسدا منه. هذه ليست لها عبرة وليست لها عبر، لا للزمان ولا للمكان. يعني إنسان حسود إن لم يتقبل منه فقتل أخاه، يعني ما العبرة من هذه القصة؟ أنه الحسد لا يجب أن يكون الحسد يعني سببا لقتل النفس، أو الحسد يعني لا أجد يعني في قصة الإسرائيليات وفي القصة المتداولة الآن الذي لم يتقبل منه هو الذي قتل، لا عبر ولا شيء آخر. ولكن الحق، والحق أقول لكم أن من قتل أخاه هو الذي تقبل الله منه القربان، قال له أنا خير منك. عندما نستحضر الآية العظيمة سوف نرى القرآن الآن، قال له يعني في السورة، قال واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. ما زلت في الآية، يعني هذا كله ما زلت في الآية. قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. يعني الذي أراد قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، سأفسرها. فأجاب عليه الآخر قال لئن بسطت إلي يدك تقتلني ما أنا ببسط يدي إليك ليقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. لم يتقبل منه ولكن يخاف الله رب العالمين. وإني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، تريد أن تبوء بإثمي، إثمي يعني لم يتقبل منه، وإثمك أنك قتلتني، لتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، أصبح من الخاسرين، يعني كان هو من الفالحين ثم أصبح من الخاسرين. إن لم يتقبل منه يعني القربان فهو خاسر من الأول، فكيف يصبح من الخاسر؟ أما الأول فقد تقبل منه ورضي الله عنه، ثم قتل أخاه فأصبح من الخاسرين. ثم بعث الله غرابا، الغراب هو من الغربة، والغرب والسود ولونه أسود، الفاسق الذي يتخفى، وهذا الغراب يعني بعثه الله ليقول الذي قتل أنت غراب، أنت فاسق، أنت فاسق، أنت يعني فاسد تفسد في الأرض، فأنت كمثل هذا الغراب الذي سيواري يعني الغراب الآخر، فعلمه كيف سيواري سوءة أخيه. ثم فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، يعني الله أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، الغراب الآن يعلمني. نعم يعلمك الغراب، لأن الله بعث لك الغراب ليقول لك أنت الغراب، أنت الآن أنت أسود، أنت فاسد تفسد في الأرض، فأنت مثلك مثل الغراب، فواري سوءة أخيك مثل الغراب. فالذي قتل أخاه هو الذي تقبل منه الله عز وجل قربانه. فإذا سلمنا عن هذه القصة، وإني أجزم بالنسبة إلي أن بنسبة، إذا ما أقول مئة، لا أقول 100% ولا أقول 90%، أن من قتل أخاه هو الذي تقبل الله منه قربانه. السؤال الثالث إذن الذي يخرج، ما العبر وما العبر من هذه القصة؟ ما هي العبر التي سنستخرجها عندما نعلم أن الذي تقبل منه قتل أخاه؟ قال أنا خير منك لأقتلنك. فهذا هذه العبارة سنستخرجها الآن. العبرة ماذا؟ أن الذي في هذه الدنيا تغره حياته في الدين، يعني هو متدين ويقرأ أربع
بعض أحاديث ويقرأ القرآن ويتعلم شيئا من الدين فيصبح يعني له معرفة من الدين، فينظر إلى أخاه الذي لا يقرأ القرآن أو إلى الفاجر الذي يشرب أو يزنى أنه خير منه فيكفره فيقتله. يعني هذه الحكاية موجودة في عصرنا الآن، تكاد يعني نراها في كل يوم. هذه هي فتنة المسلمين اليوم. يعني تعلمون داعش، وتعلمون السلفية الجهادية وكل هذه الفرق التي تأتي فتكفر ثم تقتل. بماذا تكفر وتقتل؟ بأنهم هم خير منك. تذهب إلى المسجد لتصلي وراءهم فلا يقبلونك، هو مسجد للسلفية وأنت لست سلفي، لا تدخل المسجد لأنك لست سلفي، فهم لا يقبلونك ولا يصلون وراءك، بل يصلون وراء أميرهم، والشيعة تصلي وراء أميرهم، وكل فرقة تصلي وراء أميرهم ولا يصلي وراءك. حتى أن يعني في المسجد، في المسجد الحرام، هذه قصة لا يعلمها يعني الكثير، أن منذ 100 سنة كان هناك 4 محاريب، 4 محاريب للـ4 مذاهب، محراب للحنفية ومحراب للشافعية ومحراب للمالكية ومحراب للحنابلة. الحنابلة لا يصلون وراء الشافعية، والشافعية لا يصلون وراء المالكية. فإذا تعلم الإنسان من الدين وغرته نفسه وعلم أنه تعلم وأصبح قريبا من الله كأنه ولي، وأصبح ينظر إلى الناس وكأنهم أقل منه ولا يعلمون وفجار وكفار، فيستبيح دمهم، فتسول له نفسه، فيستطيع أن يقتل أخاه. وهذا ما يحصل الآن في الدنيا، فتنة المسلمين في سوريا، في اليمن، في ليبيا، في غيرها من الثورات التي صارت. هؤلاء السلفية الجهادية وهؤلاء الدواعش كلهم يقولون ذلك الطاغوت فيكفرونه ثم يقتلونه. الطاغوت الذي يعني ينعتونه بالإصبع يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم تذهب إلى بيته فترى زوجته متحجبة، وترى أمه متحجبة، ويصلي صلاته ويصوم في رمضان. قتلوهم في رمضان وهم يصومون وهم يفطرون بعد الصيام، ورغم ذلك قد قتلوهم. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أنهم هم خير منهم، وأنهم على الضلالة، وأنهم الطاغوت. فلذلك هذه العبرة من قصة قابيل وهابيل. القصة هذه يعني الإنسان عندما يتقدم في الدين يجب عليه أن يتواضع أكثر وأكثر، وأن يخاف الله رب العالمين، وأن يطأطئ رأسه إلى العلم، ويستمر في البحث والتنقيب والاستدلال. فكلما تعلم كلما أصبح متواضعا، وكلما تعلم كلما بعث الله في نوره، في وجهه نورا، وكلما تعلم أصبح قلبه لينا، وأصبحت عيناه تغرف بالدموع، وأصبح إنسانا يعني ذو خلق عظيم كخلق القرآن، فيحبوه الناس ويتقربون منه. أما الذي يتدين فترى وجهه كالكوز أكحل، ولحية سائبة هكذا، يعني منظره يعني ينظر إليه الطفل الصغير فيبكي من كثرة يعني تبارك الله النور الذي يخرج من وجهه، وقلبه كالحجر، يعني قلب كالحجر يصل إلى أن يذبح إنسانا آخر. أنا لا أستطيع أن يعني أن تتعدى لي هذه الفكرة، أنا إنسان يستطيع أن يذبح إنسانا آخر. أي رحمة في قلبه؟ في أي رحمة؟ الله الرحمن الرحيم، المسلم يجب أن يكون رحيما.
قال: والذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال لهم: وجادلهم بالتي هي أحسن. قال: اذهب إلى فرعون فإنه طغى، فقل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالدعوة إلى الله تكون باللسان الطيب، وتكون يعني بالموعظة، وتكون بالكلمة الطيبة والحسنة، وتكون بالحكمة المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة. ولا يجب أن تنظر إلى أخاك نظرة يعني دونية، أنك أعلم منه وأعلم منه وأنت خير منه، فتقول أنت كافر فتحل له دمه ثم تقتله. عندما تقتله قتلته بغير حق. يوم الدين يحمل رأسه ويفور الدم من عنقه ويقول لله رب العالمين: سل هذا بأي ذنب قتلني؟ سيسألك الله، سيقول لك: بأي ذنب قتلته؟ فتقول له: أنا خير منه، كان كافرا. سيجيب عليك الرب ويقول لك: هل هديته إلى الإسلام؟ هل حدثته بالإسلام؟ هل استعرضت له الإسلام قبل أن تقتله؟ فستجيب بلا. فماذا سيكون مصيرك عند الله؟ أنك قتلت نفسا بغير حق، وأن أول ما يقضى يوم القيامة الدماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال المسلم في فسحة من دينه، يعني ما زال عندك فسحة في الدين، المغفرة والتوبة، ما لم يصب دما حراما. فإن أصاب دما حراما بلح، يعني حكاية وفاة، بلح. لذلك الدماء يا إخواني يجب التحري منها جيدا جيدا جيدا. ابتعد يا أخي في هذا الزمان الفتن، ابتعد من دم أخيك وعرضه ومالي، مالك وماله. أصلح نفسك، أصلح نفسك أنت. يعني إصلاح النفس شيء عظيم، لإصلاح النفس يعني الإنسان تتطلب منه عدة سنوات، 15 20 سنة، وأنت تصلح في نفسك. ثم أصلح زوجك، أصلح أبنائك، ثم أصلح جيرانك أو أهلك وعشيرتك، ثم جيرانك، ثم الذين يعني تعلمهم من أصحابك. ابتدأ بنفسك وأصلح. وعندما تتغلغل في الدين تغلغل فيه بسلسة، يعني بطريقة سهلة، ويعني بطريقة سهلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تغلغل في الدين فليتغلغل يعني بسهولة. يعني كنتم أمة وسطى، يعني أي إنسان أراد أن يتغلب على الدين يغلبه. والله عز وجل قال في القرآن الكريم: وما اختلفوا إلا من بعد ما أتاهم العلم. يعني الناس اختلفوا وذهبوا إلى فرق، وأصبح بعضهم يقتل بعض، إلا من بعد ما أتاهم العلم، يعني من بعد ما أتاهم الكتاب والعلم. كل واحد يتعلم فيقول للآخر: أنت ضال، فيقتله. يعني ما اختلفوا إلا من بعد ما أتاهم العلم، لو كانوا بلا علم لما اقتتلوا. ولكن هذا العلم هو علم ضال. فالأساس في الدين أن يكون الناس يعني على سبيل واحد، فإن اتفقوا في القرآن فليتحدثوا فيه، وإن اختلفوا فليقوموا. إن قرأوا القرآن فاتفقوا فيه فليقرأوا، فإن اختلفوا في قراءته فليقوموا ولا يتجادلون. هذا هو أصل الدين، هذا هو أصل الدين. فالمسلم عندما يتعلم الدين يحن قلبه ويصبح خلقه خلق القرآن، وتذرف عينيه الدموع من خشية من الله عز وجل، وحبا له وحبا لرسوله. ثم أنه يكره الشيطان كرها شديدا، فلا يعامل الشيطان على أخيه حتى ولو كان أخاه فاجرا، لا يعاون الشيطان عليه. كقصة يعني الذي قال له، سأله:
إن ذهبت إلى خمارة ففجرت نفسي وفجرتها، ما هو فقهها وما هو؟ قال: أنت ذهبت إلى الخمارة ففجرتها، ولا والناس التي في الخمارة ماذا تفعل؟ تسكر، يعني سيموتون على السكر، سيقومون بعد على السكر، سيقولون النار. ماذا فعلت؟ يعني عاونت الشيطان على دخول إخوتك إلى النار. والشيطان أخوتي الأعزاء في هذه الدنيا عنده ثلاثة يعني أشياء يحبها حبا جما. الأولى هي التلبيس، تلبيس يعني الخلق، وقصة قابيل وهابيل هذه تلبيس لكم، يعني أبعد القصة الحقيقية وأبعد المعنى الحقيقي لبس لكم لكي لا تخرجوا هذه المواعظ، فهو التلبيس. الثاني حاجة يعني يحبها الشيطان هي الدماء، هي القتل بغير حق، إن قتل مسلما مسلما أو قتل مسلما غير مسلم بغير حق. والثالثة هي قطع صلة الرحم وتفتيت العائلات، يعني هذا ثلاثة يعني هذا ثلاث المسائل التي يعني يحبهما الشيطان إبليس، ويقرب من الجان والشياطين من يفعل ذلك. كل يوم يأتي الشياطين والجان صفا، يقول هذا إني أدخلت هذا الخمارة فشرب الخمر، يقول له أحسن، ثم يأتي الآخر يقول له إني دفعت فلان يقتل آخر، يقول أنت المقرب، فيقربه. لذلك الإنسان عندما يتفلسف في الدين ويعني يكون متدينا، فيجب أن يكون قلبه طيب وعلى خلق القرآن ومتسامح وعنده صبر ويصبر على أخيه، ثم أنه ينصح الناس ويصبر على أذاهم ولا يعاون الشيطان على أخيه، لا يعاون الشيطان على أخيه مهما كان أخاه يفعل، لا يعاون الشيطان على أخيه، يعني يأخذ من أخيه فينصحه للدين للصلاة للزكاة للصيام مرة مرتين 1000 مرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي يضع القمامة أمام بيته لمدة 13 عاما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم كل يوم فينظف ولا يكلم اليهودي البتة. فعندما مات قال له، عندما مات علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصابه سوء، فذهب إلى بيته فوجده مريضا، قال: كيف شئتني وأنا يعني أضع يعني القمامة أمام بيتي كل يوم؟ قال: لم أجد القمامة اليوم، فعلمت أنك أصابك سوء فأردت أن أزورك. فدخل اليهودي في الإسلام وقال له: لا يفعل هذا إلا نبي. والقصة الثانية هي أبي حنيفة، له جار سكير يشرب الخمر، فأبو حنيفة هو ذا يعني صاحب المذهب الحنفي، هو ليس صاحب المذهب الحنفي ولكن تلميذته الحنفية هم الذين يعني قاموا بجمع يعني ما قاله في المذهب الحنفي. عندما مات جاره هذا السكير، ذهبت إليه زوجته لكي يصلي عليه، قال: لا أصلي على السكير، يعني هو خير منه. قال: أنا لا أصلي على السكير. ففي المنام يعني أبو حنيفة نائم، جاءه هذا الجار وهو في الجنة بخير عميم، قال له: يا ابن حنيفة، أنا اليوم في الجنة وأنت من؟ وأنت أين؟ فقام أبو حنيفة مفزوعا من نومه وذهب إلى زوجته وقال: ماذا كان يفعل زوجك في الدنيا؟ قالت: كان كل يوم جمعة يلم فقراء ويؤوي اليتامى ويشري لهم الحلوى ويلعب معهم. فلا تحقرن من المعروف شيئا في هذه الدنيا، تقول: أنا أصلي وأزكي وأفعل وأفعل، ولست بخير من ذاك الذي يعني تراه لا يفعل مثلك. حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن ترى أخاك بوجه طلق. ش
شيء تفعله في الدنيا تستطيع أن تدخل به الجنة. والله يا إخوتي، والذي نفس محمد بيده، لن ندخل الجنة إلا برحمة من الله. والله لن ندخلها لا بأعمالنا ولا بأفعالنا ولا بحسناتنا، ولكن رحمة من الله. لو نصل إلى خاتمة هذه الفيديو، يعني العبرة من هذه القصة هي كما قلت لكم، يعني الإنسان الذي يتدين ويتقرب إلى الله، يقرأ القرآن ويتدبر القرآن ويقرأ السنة ويسمع الحديث، يجب أن كلما تغلغل في الدين كلما أصبح قلبه لينا، يعني عظيم الخلق، رهيف القلب، يعني يجمع لسماع الحق، يخاف رب العالمين، يحب أهله وعشيرته، ويحب أصحابه، ويحب حتى الذي يعني هو من يعني من الفجار، ويصبر على أداه ويصبر لكي يصله، ولا يعاون الشيطان ولا يعاون الغراب على قتل أخيه، ولا يعاون الغراب على أخيه. هذه نصيحة، وأتمم هذه الفيديو بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عظيم قال: والذي نفس محمد بيده، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، لن تؤمنوا حتى تحابوا. قال: هل أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم؟ قال: أفشوا السلام بينكم، فيا أمة محمد السلام، فيا أمة محمد السلام، فيا أمة محمد السلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.